العربية دي بتنزل ايه حضرتك؟ حاجات لضحايا السيول. هنا في وادي النطرون. وادي النطرون. جاية منين بالظبط؟ من قرية المصابر، أهالي قرية المصابر مركز بدر محافظة البحيرة. بيساعدوا أهاليهم هنا في وادي النطرون وجايبين لهم الحاجات دي. أوه. دي عبارة عن ايه بالظبط؟ دي عبارة عن بطاطين ومراتب وأساس أساس منزلي يعني ثلاجات وبوتاجازات. للناس المتضررين اللي عفشها غرق وبيوتها وقعت. أه. تمام، أنت حضرتك بتشتغل ايه في القصة دي؟ أنا محصل في الوحدة المحلية. قرية المصابر. تمام، وجاي بتشرف على المعونات دي. أوه. ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.